ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكاترة؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. بإذن الله محاضرة النهاردة عن فايتوكيمستري 2 هنتكلم فيها عن توبيك صغنانين جدا 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 وسهلين بإذن الرحمن. هنتكلم فيهم خلي بالك ان شاء الله بإذن الله المحاضرة اللي قبل الأخيرة بإذن الرحمن. ربنا يعيننا ونخلص على خير ان شاء الله بإذن الله، ويعيننا ان احنا نخلص المنهج ويقدرنا على شرحه بإذن الرحمن ونتعلم في مزال حسناتنا بإذن الله. احنا بإذن الله هنتكلم عن توبيك ايه هما. احنا خدنا قبل كده جلوكوسايد، خدنا فيها الفلافونويد، وخدنا فيها الانثراكينون وكل غيرهم. احنا بإذن الرحمن هنكمل باقي جزء الجلوكوسايد، هناخد فيها منها الكومارين وشطه صغنن قوي 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 وسهل قوي قوي قوي، وهتلاقي الحاجات ايه زي هنتات كده باذن الله، وتلاقيه بسيط باذن الرحمن. وبعد كده هناخد بقى الصغنن ده تبع بقى عيله الاسترويدر والكلام ده كله، تمام؟ برده له علاقه بالجلايكوسايد. طيب احنا قبل ما نبدا طبعا هبقول دعوه زكاه زي ما احنا متعودين: اللهم اني اسالك في النبيين وحفظ المرسلين وملائكه المقربين ان تجعل قلوبنا مليئه بذكرك وخشيتك انك على كل شيء قدير. حسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا عليك يا الله. اللهم اني استودعك ما قرات وفهمت وحفظت وما احفظ وما افهم، وما نطقت وقد علي عيني وما سمعت وما رايت وما كتبت وما شرحت فرد لي حين الحاجه اليه ورد لي ما رعت عليك. استودعكم الله الذي لا يطول ودائع. عشان نعمل وايت ماب للمحاضرة سريعا كده، احنا الكومارين هنتكلم فيه عن ايه بإذن الرحمن. هنتكلم فيه عن جزء الأكل هيكون اللي هو الجزء اللي مش فيه شوجر، وجزء الجلايكوسايد كله على بعضه جلايكون والأكلايكون. هناخد شوية اكزامبل، واخر حاجة هنتكلم عليها الفارماسيوتيكال امبورتنت احنا بنستخدمه في ايه. اول حاجة عندي الانتو، يعني ايه كومارين؟ بص يا سيدي، صلى على النبي عليه الصلاة. هنيجي نبدأ نشوف كده الاستراكشر بتاع الكومارين. انت قول النيوكليس ديت هي عبارة عن كومارين. لما الاقي اتنين رينج خلاص فيهم واحدة اكسجين في كربونة رقم واحد، يعني في اول كربونة مش اول كربونة يعني رقم ترقمة كده من الكريتشة واحد، ده بيستخدم اكسجين واحد، الكربونيل هتبقى اتنين. ساعتها اي نيوكلس هتلاقي فيها دو رينج اروماتيك فيها اكسجين في رقم واحد وجنبها في رقم اتنين في كربونيل جروب، يبقى ده نقول عليها ايه؟ كومارين. اسمه ايه؟ كومارين، تمام؟ طيب ده كأنك بتقول ايه؟ كوم، يعني عارفين الكم بتاع الدراع بتاع واحده اسمها مريم، تمام؟ طب ازاي بنعمله سنسيتايز؟ قال لي اول حاجه بالصوصان بيجيبي ايه؟ بيجيبي ترانس سيناميك اسيد. المهم يعني ده الاستراكشر بتاعه. تقوم يعمل هيدروكسيليشن، هيخش في بوزيشن اورسو. لما تخش في بوزيشن اورسو يبدا بالصوصان يحصل لك ايه؟ تبدا تدخلي جزء الجلايكوسايد، يبقى جاي حاطه الجلايكوسايد كروب على الاو اتش اللي ايه اللي هنا ديت. خلاص دخلتي جلايكوسايد، جميل. هتيجي تعملي بقى انزيم هيدروليز او باليو في، تقوم جاي عامله بالانزيم او باليو في. هتعملي ايه بقى؟ خلاك يخلي يحصل لك ايه الانزيم او اليو في؟ خلالك البتاع بدل ما هو في هيئه مستصل بهيئه ترانس زي ما هو كده في هيئه ترانس، الاثنين عكس بعض، خلاها في هيئه سيز، يعني الاثنين في وش ايه؟ في وش بعض. فلما خليناهم في الاثنين في وش بعض فبقى عندي هنا اسيد ومعايا هنا او بتاعت اللي هي الهيدروكسايد الجروب اللي هي ممكن اشيل منه. انا عملت انزيم هيدرولايز يعني شلت الجلايكوسايد، فهيبقى لي او اتش، يبقى اسيد او اتش هيحصل لي بالصوصان هيتفاعل ويديك الكربونيل جروب، وهتحصل لها سيركلايزيشنز وكده كونت بنزو الفا بايرون. يعني ايه بنزو الفا بايرون؟ اي بنزو الفا بوزيشن الفا عندي بالصوصان ايه البايرون ايه نيوكلس. خلاص عندك بايرون نيوكلس، تمام؟ خلاص يبقى احنا عرفنا الاستراكشر بتاعه وعرفنا هي عباره عن ايه، مش هنتلخبط فيها باذن الرحمن. يبقى هي عباره عن ديريفيتيف اوف بنزو بايرون، الفا بايرون عباره عن لاكتون، عملت لاكتونيشنز لمين بقى؟ للاورسو هيدروكسي سيناميك اسيد، يبقى عملت له فيه لاكتونيزيشنز. فبالصوصان اداني بقى في الاخر اللي هو الكينون. قال لك الفري بتبقى فري، ممكن تبقى فري، ممكن تبقى فري جلايكوسايد، يعني ماسك فيها جلوكوز، وبتبقى عباره عن فينوليك جروب. ليه فينوليك جروب؟ هنعرف دلوقتي ان الكربونيل جروب ديت ممكن تتحول لاو اتش، وهنعرف ازاي دلوقتي بالصوصان، او هو بيكون عندك بوزيشن اربعه بيبقى فيه هيدروكسايل جروب، تمام؟ دي مهمه عندي. طيب ايه كمان بيقول لك؟ هي بيبقى سام اوف توكسين، زي اللي هي بتبقى افلاتوكسين. يعني افلاتوكسين؟ يعني كلمه افلاتوكسين سمعناها قبل كده في الفلافونويد. هي النباتات بتطلع سابستنس، النباتات مش بتطلع الـ مثلا اللي هو الجلايكوسايد والحاجات دي في مال عيون حضرتك ابدا، بتطلعها علشان هي بس عايزه تحمي نفسها من مثلا انسكت، من الحشرات، من اللي هو المفترسات، من الانيمال وهكذا. فهي بتعملها بروتكتيف، فبتطلعها از ديفينيتيف ايه؟ از ديفينيتيف سابستنس عشان تحمي نفسها. فالافلاتوكسينز دي بتبقى بس عباره عن سابستنس بتطلع، تبقى توكسين للنبات، بتطلعها من النبات يعني مواد سميه، وبالصوصان يعني تحافظ لي على النبات كايه؟ بروتكتيف. المهم هي مهمه بقى ايه المواد ديت؟ المواد دي استخدمناها كايه؟ كحاجه انتي كواجولنت، حاجه بتبقى انتي بيوتيك اند سو اون. طبعا ده بيبقى ليه اوردر بيتر تيست، ماشي؟
بيرنينج تيست بلا بلا بلا، ايه بيحصل له سبليميشنز وبيبقى سوليبل ان ايه ان الكحول. المهم الحته اللي انا عندي الحته ديت، واحنا عرفنا بس يعني ايه افلاتوكس، وعرفنا اليو في والانزيم بيخلي البتاع يتحول بدل ما هو ترانس يخليه في هيئه سيز عشان يقدر يقفل ويعمل سايكلايزيشن. طيب في بدايه المحاضره قلنا احنا هنتكلم على حاجات اجلايكون، حاجات جلايكوسايد والحاجات الفارماسيوتيكال يوزد. اول حاجه هنتكلم على الاجلايكون. عندي ايه؟ عندي الكومارين، خلاص عرفناها، ده بيبقى عباره موجود في السويت كلوفر، كلوف اللي هو القرنفل، وطبعا بيبقى سويت وهكذا، بيبقى ريد ايه كلوف وهكذا، ده النيوكلس بتاعتي. كلنا عارفين القرنفل بيستخدم كايه، كفلافونويد اويل، ايجمنت ايجنت، يعني حاجه فلافرنج ايجنت، طعم منكه وهكذا، انسكتسايدال اند سو اون. تاني اكزامبل عندي اللي هو اليومبلي فرون. اليومبلي فرون طبعا انت شايف كده عباره عن ايه، عباره عن كومارين نيوكلس، ولكن حطيت هيدروكسيل جروب في بوزيشن كام، بوزيشن 7، يبقى ده عباره عن لاكتون اوف اليوميك اسيد. خلاص عملت يوميك اسيد جبت عملت فيه اللاكتون اللي هو بس خليته يبقى كربونيل جروب، عباره عن موجود فين، موجود في الجلابانيوم والاسافيتيدين دوت. المهم ده بالاساس بيبقى عباره عن ايه، عباره عن بلو فلوريسنس. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني لما نيجي نعمل ايدنتيفيكيشن ليه هنعرف اللي احنا ممكن نعرف عنه عن طريق بلو فلوريسنس كاركتر. ايه كمان بالاساس قال لي ممكن استخدمه برضه في الدايجنوزس، ازاي؟ اي حاجه بتبقى فلوريسنس هتقدر تعدي، لو هي بتعدي البلود برين باير وهنعرفها دلوقتي، يبقى معنى كده بالاساس بقدر استخدمها في البلود برين باير بروبل. يعني ايه؟ يعني في التشخيص في الامراض بتاعه البرين. ليه؟ لان هي بتعدي البرين وهي حاجه فلوريسنس، يعني مش يعني تديني كولر يبقى اقدر اعمل لها ايه، اقدر اعمل لها ديتكشن. تمام، يبقى دي عرفناها بالصوصام. طبعا انا بحط عليها وين هيدروكسيد هديك جرين ايه البلو فلوريسنس وكذا، فهي ده اللي بيقول لك اهيت. يبقى ده يستخدم في السان سكرين بريبريشن، اهم حاجه عندي بلوت برين ايه بارير بروب. ليه؟ عشان هو بتبقى ماده فلوريسنس وتقدر تعدي البلوت برين بارير، فلما تعدي تقدر تستخدمه في عمليه الايه التشخيص وبي اتش انديكيتور اند سو اون. تالت تاني حاجه هنتكلم عليها بالصوصام اللي هي الايه، خلصنا كده تو اكزامبل على الحاجات اللي بتبقى موجوده في هيئه ايه، في هيئه فري جلايكو ايه اجلايكون، يعني بتبقى حاجه اجلايكون ما فيهاش جلا ايه ما فيهاش جلوكوز، طيب ما فيهاش جلايكوسايد. اما بقى بالصوصام هنتكلم دلوقتي على كومارين اجلايكوسايد، كومارين جلايكوسايد، يعني بيكون بالصوصام ماسك فيها شوجر ايه الشوجر موت. هناخد فيها ثلاثه اكزامبل، حاجه اسمها الاسيلين دوت والدافلن والفراكسين. طيب دول عباره عن ايه؟ زي انت شايف كده الفرق بينهم كل واحده المكان البوزيشن بتاع الجلايكوسايد. كلهم عندهم بالصوصام او اتش برضه موجوده عندي 7 بوزيشن 7 بوزيشن 8 and so on. ولكن المهم اللي هيهمني مين اللي هيفرق لي الجلايكوسايد، واحده 6 7 8، يبقى بالصوصام 6 7 8 6 7 8. خلاص الجزء الايه الشوجر اللي ماسك في عيه، طبعا ده او جلايكوسايد. ليه او جلايكوسايد؟ عشان الاو ديت هي اللي ماسكه في الجلوكوز، يعني اقول ان جلايكوسايد بمعنى كده الان ماسكه في الجلوكوز، اس جلايكوسايد يبقى الاس هي ماسكه في الايه في الجلوكوز، او جلايكوسايد يبقى الاو هي ماسكه في الجلايكوز بالصوت انا بس. طيب المهم دوت بيبقى جاي من العجيب دوت، الاسماء العجيبه ديت مهم تعرفوها ماشي. ده بيبقى ايه بقى الحته بقى دي بتاعه الديفرنشيشنز، ازاي افرق ما بينهم هما الثلاثه؟ بقدر اعمل ديفرنشيشن ما بين الثلاث حاجات جلايكوسايد كومارين عن طريق الالكالاين ميديم، احط عليهم الكالاين هيديك ديفرنت كولر. خلاص يبقى هيديك ايه ديفرنت كولر بالظبط انا سليم، هيديك واحد بلو كولر، ولو انا حطيت عليه الكالاين ده اللي هو الايس كريم هيديك انتنس كولر، يعني هيديك لون اغمق. لو انا حطيت عليه نيتريك اسيد هيبدا يديني بقى يلو ريد وهكذا. هنا بقى الالكالاين بس في الدافن هيديني جولدن يلو، اما ده هيديني سلفر ايه يلو. تمام طيب بصوا طبعا لو عملنا انزيماتيك هيدروليسيس، اي هيدروليسيس انزيما سوري لو انزيماتيك هيشيل لك بس الجزء الايه جلوكوز اللي هي اخر شوجر مارتي. طب لو هو اسيدك يبقى يشيل لي يفصله لي جلايكون واجلايكون، فانا بصوا هيديني الاجلايكون لان عملت هنا اسيدك، خلاص اسيدك هيدروليسيس هيديك الاجلايكون اسمه ايه مش هو اسمه اسيسيلين ديت، يبقى ده هنديه الاسيسيليتين ليتين. خلاص ده فليتين ده فراكسيتين. خلاص جايز ايه كلهم ماسكين في شوجر يونيتي شوجر مويتي. تمام طب اليوزز بتاعتي اول حاجه اللي هو الاسيريسين دوت، ده بيستخدم في علاج اللي هي الايه الدوالي، ربنا عارفينها بحق لا اله الا الله، والهيموراج والبوستاتيك كونفلجن اند سو اون كونجشن وهكذا. اما بالستاند دافلنز، دافلنز كلنا عارفين برضو بيستخدم كبريزرفاتيف، خلي بالك الدافلن ده ما بيبقاش سيف في كل الاعمار، لازم يبقى لعمر معين، يعني للشايلد او الكيدز هتبقى طبعا في تلوميت بالنسبه له. خلاص طبعا ده بيقول لك بريزرفاتيف يعني علاج الكونستيبيشن اند سو اون استيميليشن، يعني كلمه ديافوريتيك، ديافوريتيك يعني يزود السكريشن بتاع السويت. طب ليه انا عايزه ازود السكريشن بتاع السويت؟ اكيد عايزه اقلل ايه الحراره، لو انا عايزه اقلل درجه حراره الجسم فبس انا ازود السكريشن بتاع السويت عشان يطلع اقلل درجه الايه الحراره. خلاص وريفلكانت وهكذا، ده بس انا بستخدم كانتي انفلاماتوري ديوريتيك سان سكرين اند سو اون. تمام ده اللي هو اخر واحد اللي هو الفراكسين.
طيب بعد كده بالظبط هنتكلم على ايه بقى الكومارين ديريفاتيف الموجود في الفارماسيوتيكال برودكت او الفارماسيوتيكال ماركت، يعني في الماركت موجود ازاي. ادي موجود في بوزيشن 4 عشان قايل لك هو بيبقى فيه نودز، عشان كده لما فينولك يبقى في بوزيشن 4 هتلاقي فيه هيدروكسيل جروب، يبقى ده بس 4 هيدروكسيل كومارين، عشان كده من كاتيجوري بتاعه الفينوليك جلايكوسايد اند سوم. طب هيستخدم في ايه؟ هيستخدم كانتي كوجولنت او انتي بيوتيك، ودول الاكزامبل الموجود عندي بالظبط سلام في الايه في السوق كهيئة أربعة هيدروكسيل كومارين. يبقى دوت بيبقى عبارة عن ايه؟ هو موجود من بسم الله الرحمن الرحيم، موجود جايبينه وعملين اكستراكشن خلاص من حاجة اسمها الميلولوتس اوفينس، ده عبارة عن انفكتف ليف خلاص، يعني حاجة متعورة انفكتف ليف بتاعتي بالصلاة والسلام اللهم صل عليك سلام. اتفقنا ان هي دي يعني احنا المادة دي اصلا بتطلع نتيجة ايه؟ نتيجة الانفكشن، يعني بلانت بيطلعها عشان يكون بروفلاكتيك لايه؟ لنفسه. واتفقنا خلاص ده يعني ايه كلمة فايتو الكزين، يعني هي سبستنس بتبقى بروتكتيف اجنست الايه للنبات خلاص، بتبقى بين اللهم صل على سلام يعني ديفينيتيف للنبات. وده بيبقى عباره عن بس يعني بس اقول لك هنا بس هايدرو كومارين، يعني يمينه قد شماله، انا قسمت كده بالظبط هيديني اليمين قد الشمال بالظبط، الاثنين كانهم زي كتاب على ايه على بعض، عشان كده بسميه داي كومارين. بيستخدم كاتشيكو اجلنت وطارد للحشرات. بالنسبه بقى للي هو النوفو بيوسين والكوماريمايسين، كل الحاجات دي بتبقى عباره عن انتيبيوتيك، جاي من ستريبتومايسينز، عباره عن انتيبيوتيك جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، يعني هو برود سبيكتروم مش نارو سبيكتروم خلاص، يبقى كده بس برود سبيكتروم. ما تتخضش خالص، اول ما اشوف الشكل ده ما تتخضش اعمل ايه، اقوم جايه بس محدده عندي هنا حلقتين بنزين ماشي فيها او رينج مخرومه وجنبها كربونايل في بوزيشن 2 خلاص، دي عباره عن الايه من النيوكليوس بتاعت الكوماري. اوكي طيب بعد كده بالصلاة هنتكلم على البويزنس بتاعت الكومارين، اتفقنا خلاص اللي هو بيطلع لي الافلوتوكسين اللي هي مواد بتبقى توكسيك من النبات ايه عشان يكون عامل نفسه، فده بالصلاة بتبقى مواد توكسيك جدا بتيجي من الايه فانجاي، هم وجدوا انه بيطلع على السيرفس بتاع النبات اللي هي المكسرات او اللي هي الجمل والحاجات دي كلها، بالصلاة بيطلع على السيرفس اللي هو حاجه اسمها الاسبري جيلس فالجس، دي بتطلع على الايه على النبات طبعا حاجه فانجال. المهم بتطلع ده بتبقى توكسيك جدا جدا الهيباتيك والليفر، بتلاقيها اللي هي توكسيستي ملي على الليفر وهكذا. والاكزامبل زي ما انت شايف كده بالصلاة والسلام هتلاقيها عبارة عن حلقتين كومارين جدا، وانا عندك حلقة خماسية اللي هي اللاكتون رينج وهكذا. طب ايه الاي اف بي واحد ديت يعني ايه الكلام دوت؟ اي اف بي جاي من هي الافلوتوكسين اسمها افلوتوكسين كذا. طيب وايه بي واحد دوت؟ قال لي ده اللون الكولر اللي بتعمل عندي، مش انت ده هتلاحظ ان هو كونجيجيتد قوي، يبقى هايلي كونجيجيتد، يبقى بس ما يكون هايلي ايه هايلي كولر، فيكون عندي هايلي فلوسنس وهكذا. طب الفلوسنس اللي هيطلع ممكن يطلع لك بلو، ممكن يطلع لك جرين، ممكن يطلع لك يلو على حسب الايه اللون اللي عندي. فهنا لو انت تلاقي بلو يبقى بي يعني معناها اللي هو لونه بلو، طب جي يبقى معنى كده بس معناها اللي هو لونه جرين. الاي اف دوت اتفقنا ده الافلوتوكسين اللي عندي، يبقى الجي ده بتوضح لك لون الايه لون الكولر بالصلاه والسلام. يجي يقول لك ليه السبستنس دي توكسيك او ليه بيكون فلوسنس، هتقول لي بسبب ثلاث اسباب اللي عندك ديت، اللي هي انت عندك ايه؟ عندك هايلي كونجوجيتد خلاص، يبقى انت عندك الالفا وبيتا ان ساتوريشنز لاكتون تمام، وعندك في بوزيشن 4 و5 بالصلاه والسلام 6 ممبر رينج خلاص، 6 ممبر رينج اللي من هنا كده الجزء ده بالصلاة والسلام خلاص، وعندك فرزر كونجيجيشن للايه الموليكيول، عندك كونجيجيشن عالي جدا خلاص. يبقى بالصلاة والسلام انت عندك تاني، انت عندك ده بوزيشن، يبقى دي كده اسباب التوكسيستي المفروض ايه تعرف، وعرفنا خلاص من عرفه ازايكم ايه مريض كده. احنا بالصلاة والسلام خلصنا ايه؟ خلصنا الكومارين. شفت الموضوع بيت ازاي وخلص؟ الحمد لله بسيط الحمد لله. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. نخش دلوقتي على بعض التاني اللي هو الصابونين. الصابونين ده عباره عن ايه؟ كلنا عارفين اللي هي بتبقى عباره عن حاجه ليها علاقه بتعمل لك ايه التست اللي احنا عملناه في العمل الاكستراكشن وهكذا، بيعمل لك فرص، يعني ايه فرص؟ يعني رغوه كبيره قوي خلاص. طيب يبقى احنا هناخد بقى اللي هناخد تو تايب اوف الصابونين، عندي الاستيرويدال صابونين اللي هي الاستيرويدال نيوكليس، واكيد بما انها استيرويدال نيوكليس يبقى من ضمن اليوز بتاعتي على انها تستخدم في الاستيرويدال هرمون. طب والترايتيربينويدال ان صابونين، ودي بالصلاه هتلاقي اللي احنا عارفينها موجوده في الايه في الليكريش. طيب صلى على النبي عليه الصلاه. هنبدا الاول انتو مش عايزاك تتخض خالص، صلى على النبي عليه كده وسامي بالله. اول حاجه هتلاقي النيوكليس بتاعتك شبه ايه؟ شبه الاستيرويدال نيوكليس، عباره عن حلقتين حلقات سداسيه، والحلقه الرابعه بتبقى عباره عن خماسيه. طبعا ده بيصير بيبقى او جلايكوسايد، ليه او جلايكوسايد؟ عشان في الاو اتش هتمسك فيها الايه جلايكوسايد، يعمل لك كولويدال سوليوشن ووتر. يعني ايه كولويدال سوليوشن ووتر؟ يعمل لك فوم، لما تعمل شيكنج كده تعمل لك فوس
ان حاجات متعلقه جوه الايه جوه السوليوشن بتاعك انه سسبندد. اوكي وبيستاذ سلام اتفقنا خلاص بقى يشيكي هيبدا يعمل لك ايه بيستاذ سلام هيبدا يعمل لك فاص خلاص يبقى ده عباره عن هيدروليتيك. طب لو احنا جينا بصينا على الشكل بتاعه كده مش انت تحس عندك جزء جلوكوز وعندك جزء اجلايكوز يعني عندك بيستاذ سلام جزء هيدروفيليك وجزء لايبوفيليك. حلو جزء هيدروفيليك وجزء لايبوفيليك يبقى انا كده شبه مين؟ شبه السيرفاكتنت. برافو عليك. بما انه حاجه شبه السيرفاكتنت عشان كده بيعمل لك الايه فاص وبيعمل لك الصابون والغراوي كل الحاجات دي بالصاصين يبقى ده اللي بيقول لك عليه هنا. طبعا بيبقى بيتر اريتيشن طبعا احنا عارفين اللي هو بيعمل لك الار بي سي عامل لك هيدرولايسيس ليها بيبقى توكسيك جدا 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 ما ينفعش اخدها ابدا 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 اي بي باخدها اورال. لو خدتها اورال هتبدا تتكسر عادي جدا بالجي اي تي ومش هيحصل اي حاجه. اما لو خدتها اي بي دايركت طبعا بالصاصين هتؤدي للايه للدس والهيدروليتيك انيميا وهكذا. تمام اتفقنا انسوليبل مع الاستويدل عشان نسوي الاستويدل ويز الديبوزيشن ويز التلوين لا بلا بلا. المهم بيكون عندي الصنف في سي 3 بيحط هنا جلوكوز يعني هي حته الاو اتش دي بيكون ماسك فيها الجلوكوز في الحته ديت بيحصل لي انزيماتيك هيدروليسيس هيدين الاجلايكون اللي هو السابوجينين والجزء الشوجر بتاعي السابوجينين دوت اللي هو الجزء اجلايكون اللي هو من غير الجلوكوز اللي هو ده كده بالصوص ممكن يبقى ايه وممكن يبقى ايه يعني ممكن يبقى سابو استويدل وممكن يبقى ترايتيوبنويدل. يعني ايه الكلام دوت يعني بالصوص ممكن يبقى استويدل استويدل نيوكلس يعني كام يعني 27 كربونه مهم جدا 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 في عدد الكربون. ما تجيش تشوف لي استويدل نيوكلس وتقولي ده بالصوص عباره عن استويدل ايه صابونين. لا عشان اقول على حاجه ان استويدل صابونين لازم تبقى 27 كربون. عشان اقول على حاجه انها ترايتيوبنويدل صابونين يبقى دي بالصوص لازم تبقى 30 ايه كربونه خلاص ما لهاش علاقه بقى باللي عندها استويدل نيوكلس ولا لا وهكذا. عشان لما نيجي ناخد مثلا في الجينكو جينرال هتلاقي او الجينكو سينسين دوت اللي هو اخر حاجه سلايد عندنا هنلاقيها بالصوص هنلاقي ايه ان هي عباره عن استويدل نيوكلس ولكن هو مش ايه مش استويدل هو ترايتيوبنويدل. طب ليه؟ عشان هو عنده 30 كربونه معدي. تمام ده اللي بيوضحه لك. ال 30 بتبقى اكتر اللي هي الحاجات اللي بتبقى ترايتيوبنويدل في الدايكوتيليدونز وبالصوص الاستويدل بتبقى في المونوكوتيليدون. انتوا شايفين كده بالصوت انها بقت ازاي. طب ازاي بيعملوا بريبريشن؟ هات ممكن اعمل اكستريشن بميه او ميثانول او ميكس ما بين هما الاثنين ايا كان وبعد كده تحط لي ماده مغصبه عشان تغصب لك الصابونين خلاص اهي بالصوت انك تحط لي اسيتيت عشان يغصبه لك في هيت بي بي دي. المهم بعد كده بالصوت هيديك الصابونين از ميكتشر تبدا تعملوا سيبريشن كل واحد انديفيدوال عن طريق كروماتوجرافي. يبقى انت اول حاجه دوبت في ميه او الكحول او ميكس ما بين الاثنين. ثاني حاجه زين بعد كده عملت لي ايه بالصوت غصبت لي الحاجه المواد انت مش محتاجها خلاص يبقى عملت لي بي بي تي للصابونين خلاص مع شويه ايه بقى ايه استر وايسون يعني غصبت لي الصابون بتاعي في هيئه ليد اسيتيت وهكذا حطيت لي عليه عشان يغصب وهكذا. بعد كده عملت له سيبريشن از انديفيدوال ايه عن طريق كروماتوجرافي. طب بالنسبه بقى للكواليتيف تيست يعني ايه كواليتيف تيست يعني عايز اعرف انا معايا صابونين ولا لا. اتفقنا اهم حاجه عندي مين الفرص ايه الفروس تيست. ايه هو الفروس تيست دوت؟ اتفقنا بجيب اكواس لازم تبقى اكواس يعني مش تقولي مثلا او تقولي الكحول او اي حاجه لازم تبقى اكواس متربيه في ميه اكستراكت تعمله شيكينج ولازم يبقى يديني فروس كده غرور 1 سنتي اكتر من 1 سنتي او 1 سنتي وتفضل موجوده لمده 5 دقائق ما ينفعش تقل اقل من 5 دقائق. يعني هعمل شيكينج واسيبه ستاند لمده 5 دقائق اقوم جايه قايسه لو لقيتها 1 سنتي كده اوكي معايا صابون لو مش لقيتها 1 سنتي يبقى بس مش هتبقى معايا صابون زي ما احنا اشتغلنا في العمل. واتفقنا عندي بالصوص ان هو بما ان هو بيعمل لك ار بي سي هيمولايسيس وهكذا ممكن اعمله برده اعرف ان عندي صابون عن طريق ان احط على ار بي سي سواء بقى حطيت بلانت اكستراكتد مع سلايم ماشي هيديك بقى في الاخر كلير ريد سوليوشن. طبعا مش هتلاقي البلاد اللي هو لونه اوبيك وهكذا لا هتلاقيه بالصوص هتلاقيه لونه كلير كده لانه عمل له هيدرولايسيس. طب بالنسبه بقى للكوانتيتيف يعني كوانتيتيف عايزه اعرف الكميه يبقى انا عايزه دلوقتي بالصوص اعرف الكميه هعرفها ازاي. قال لي اول حاجه الكرافي الكرافيمتريك دي لازم تكون الصابونين عندي موجوده في كميه كبيره عشان اقدر اقيسها. يعني انا الكرافيمتريك يعني انا هقيس الماس فلما اني هقيس وزن يبقى بالصوص لازم يكون عندي كميه كبيره ما ينفعش مثلا تكون 0.0001 مثلا جرام ده رقم عبيط قوي فبالصوص مش هقدر اشوفها كويس. لذلك لازم عشان اعمل الكرافيمتريك ميثود لازم تبقى كميه كبيره بجيب بلانت اكستراكت. طيب وبعدين هقوم جاي عامله ايه صراحة انا بلا تسام هعمل كومبلكس يعني هعمل بي بي تي من الصابونين مع مين مع الباريوم او هيدروكسيد الاثنين مسكوا مع بعض عمل لك كومبلكس كبير كده كتوتال خلاص يبقى الباريوم خد لك الصابونين وطلع واداك الدبليو واحد يبقى دي كده الدبليو واحد عباره عن مين عباره عن الصابونين مع الباريوم هيدروكسيد
خلاص اللي هو الكومبلكس ده، ده كده بالصوص هعمل دبليو واحد، جبت التوتال بتاع الصابون. طب وبعدين هوزن الكميه دي على بعضها، وبعدين اقوم جايه مسخنه، اقوم جايه عامله هيتنج بحيث مين اللي يطير ومين اللي يفضل موجود. اللي هيطير الحاجات الاورجانيك اللي هو مين؟ الصابون. الصابون ده اورجانيك هيتحرق اسرع وهيتحرق بسرعه، فبالصوص هيتبقى لي مين بس؟ البيريوم اوكسايد. لما يبقى لي اوزنه ده دبليو 2، لما اعمل التوتال ماينس الاوكسايد اللي هو البيريوم اوكسايد بس، هيديني كميه الصابون اللي كانت ماسكه معايا. خلاص ده بالصوص الطريقه اللي ايه بيوضحها لك، وعرفنا يعني ايه دبليو 1 ودبليو 2، وعرفنا الميزو الثانيه. يبقى الجراف متر كان بيعرف كميه للصابون اللي لازم تبقى في كميه كبيره. الدبليو 1 ده الصابون مع البيريوم بيروكسيد او هيدروكسيد، بالصوص احرقه خلاص اخليه يتحرق عشان الاورجانيك صابون ان هو اللي هيطير ويتحرق، وهيبقى لي البيريوم اوكسايد هو ده بالصوص اللي هزنه. اعمل اتنين سبستراكشن من بعض، خلصت الحدوته بالنسبه لي. تاني طريقه عندي الفوم اندكس. يعني عشان اعمل الفوم احنا اتفقنا الفوم ده هنستخدمها ايه؟ نستخدمها في طريقه الكوانتيتيف. كوانتيتيف لا كواليتيتيف، عشان اعرف ان معايا هنا بس ايه صابون. ازاي بقى استخدمها في الكوانتيتيف؟ قال لي عن طريق اعمل مور سبيسيفيكيشن. يعني مور سبيسيفيكيشن اعمل بروسيدور ايه زياده، ان انا اجيب اعمل هايست ديلوشن. يعني هايست ديلوشن يعني اعلى تخفيف. يعني ايه اعلى تخفيف؟ اعلى تخفيف يعني اقل تركيز. يبقى انا بجيب اقل تركيز هيديني صابون، يبقى هيديني فرص من الصابون، يبقى اقل كميه من الصابون هتعمل لي الفرص. اقوم جايه قايساها واقوم دخلها في جهاز واقعد اعمل شيكنج لمده 15 ثانيه ل 15، واسيبها لمده ترتاح لمده 15 دقيقه، واشوف الايه بالصوص ثاني الطول بتاع الفرص اللي عندي دوت. تمام، اكتر من 1 سم يبقى دي كويسه، لو اقل يبقى دي حاجه وحشه. حلو، يبقى انا عشان اعرف الكميه هعمل مور سبيسيفيكيشن، على عكس ما اجي اعرف اللي هو معايا صابون ولا لا، جاست بس اعمل شيكنج واشوفها لمده 5 دقايق وخلصت الحدوته بالنسبه لي. بعد كده بالصوص ثاني تالت طريقه عشان اعرف الكميه برده اللي هو الفيش. طيب جميل، بالنسبه بقى للتالت تيست عندي اللي احنا هنعمل ايه؟ اتفقنا خلاص اللي هنعمل الايه الفيش اندكس. زي ما انت شايف كده بالصوص هلاقي 30 لو لقيت عاملاها زي سمك وكده، وشوف هحط عليه صابون 90% 60% هيموت. خلي بالك ان الريشيو دي مهمه، خلال ساعه يبقى معنى كده ده اللي هو الهايست ديلوشن يعني اقل تركيز. يبقى بصوص هنا دوت هيبقى اعرف في الكونسنتريشن اللي بعد كده اللي هو عن طريق الهيمولايتيك اندكس. احنا اتفقنا ان ده بيقعد بيعمل لك هيمولايسيس في الار بي سي، فلذلك بصوص سلام لو عمل لي اللهم صل وسلم هيمولايسيس بس للتوتال لكل الار بي سي موجود عندي، يبقى اقدر اعرف برضه الكوانتيتي. تمام، طيب ايه الاهميه بتاعتي؟ اتفقنا خلاص ده عباره عن اميوسيفاير بيستخدم في الكليننج اندستري اكيوبمنت اند فاين. ايه اهم حاجه عندي؟ اللي هو بيستخدم في الاسترويدال هرمون، علشان بيستخدم هو عباره عن استرويدال نيوكلس، في استرويدال نيوكلس فاقدر استخدمه في الحته ديت، واكسبكتورنت اند سو اون تعود للبلغم وهكذا. بعد كده عندي ال احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنتكلم على اللهم صل على كسان هي الايه الصابونين صح؟ اه الصابونين عامه اتفقنا لسه ما اتكلمناش ولا على الاسترويدال ولا على الترايتيربينويد، بس الاثنين بيبقى استرويدال نيوكلس. طيب هنتكلم بقى دلوقتي بس على اول حاجه عندي اللي هي الايه الاسترويدال صابونين. ايه هي الاسترويدال صابونين؟ اتفقنا دي بعرفها من 27 كربونه، لازم تبقى 27 كربونه، مش معناها انها عندها يعني مش اول ما اشوف استرويدال نيوكلس يبقى اقول على طول دي استرويدال صابونين، لا لازم اتاكد انها 27 ايه كربونه. اكزامبل الوحيد اللي عندي مهم جدا جدا تعرفه لما تكون عندك يونيك اكزامبل، يعني اكزامبل وحيد لازم تحفظه كويس جدا جدا، خاصه في المحاضرات اللي بتبقى بسيطه هتلاقيها في وشك كده في الامتحان وتبقى تفتكرني ان شاء الله باذن الله وتبقى تدعي لي. عندك اول حاجه اللي هو البلانتين صابونين، ده بالصوت سلام بيبقى موجود في البارك خلاص من البلانتين، هي مش عارفه ايه ايجيبشن ده اللي هو البلح البلح المصري خلاص اللي هو البلح اللي احنا بناكله دوت. الجزء كله على بعضه اللي هو الجزء اللي هو الجلايكوسايد كله على بعضه اسمه بلانتين، اما الجزء الاجلى يكون بنسميه يوماجين. يوموجينين خلاص، يوموجينين عملها اسيتيك هيدروليسيس هيديني يوموجينين زائد الجزء الشوجر يونت، ده بيستخدم بيه بيستخدم هايبوجلايسيميك انتي كانسرز اند ميوكوسايزولز. تمام، يعني بيموت الايه السيلز وهكذا. بعد كده عندي الترايتيربينويد، كده خدنا الصابونين والاكزامبل الوحيد اللي عندي الترايتيربينويد، اتفقنا دي بتكون عباره عن 30 كربونه موجوده مينلي في الدايكوتليدول، دي بتبقى بيستخدم عندك زي حاجه اسمها الاولينين او الديماغين خلاص، ده بيستخدم الاكزامبل اللي عندك. المهم يعني اهم حاجه عندي اللي هي الايه الليكروش. الليكروش ده بيستخدم عباره عن ايه؟ عباره عن جليسريهيديك والجليسريهيديك اسيد اللي هو من البوتاسيوم او الكالسيوم وهكذا. تمام، وده كده الشكل بتاعه ماسك وهكذا. واحنا خدنا قبل كده الايه النيوكليس ديت اللي هي بالصوص موجوده في الايه في الليكروتين، برافو عليك لو انت قلتها في الفلافونويد. تمام، المهم يعني ده بالصوص انزيماتيك هيدروليز هيديك الايه بقى اللي هو الجليسريهيديك اسيد زائد 2 جلايكوجينيك ايه اسيد اللي هو الجزء الايه الشوجر بتاعي. طبعا عارفين كلنا الليكروش ده بيبقى عباره عن حاجه ايه اكسبكتورنت للميوكس ديمكلنت انتي انفلاماتوري، كل الرغي دوت بالصوص استرويد الهرمون وهكذا. اول ثلاثه دول عايدين بسبب وجود الاسترويدال او الصابونين نيوكلاس بتاعتي، يعني اول تاتا يوزز بسبب الاسترويدال ايه بالصوص
السودا النيوكلس والسابولين بتاعي اللي هو الاكل يكون الثلاثه اللي بعد كده اللي هو انتي كانسرز وهكذا بسبب استخدام الليكوج اي اللي عندي خلاص الفلافونويد اللي هي دي اي جي دي دي جي ال معناها دي جلايسيريتيك ليكوج يعني دي جلايسيريتيك ليكوج يعني شلت جلايسيريتيك اسيد او شلت جزء الصابونين يبقى اول دول تبع الصابونين خلاص الاثنين اللي بعد كده دول بس ما لهمش علاقه باليوزز بتاعه الصابونين ليه لان الصابونين اتفقنا ده بيبقى توكسيك ومش عارف ايه وكل كده اهوت طب دول استخداماتهم ايه ده بسبب استخدام الايه بسبب الترايتربنويد ايه ترايتربنويد ترايتربنويد اللي عندي طب المهم ده بس اللي هو الاجل هيكون بتاعي طب ده ايه المميز فيه ان انا شلت الجليسيريتك ايه صابونين اللي عندي دوت طب ليه لما شلته بقى بالصاصم احسن علشان قال لك لو حد بياخد عرق اسوس كلنا عارفين الشخص اللي بياكل عرق اسوس او بيشرب عرق اسوس كتير وهو مريض الضغط ضغطه هيعلى اكتر لان إيه بسبب الجليسيريتك او جزء الصابونين ده بيعلي الضغط فلذلك بالصاصم ما ينفعش اخده لو حد عنده ضغط لو هو فيه جليسيريتك طب لو انا جيت عملت فيه موديفيكيشن وقمت جيت شلت الجزء اللي بيعلي لك الضغط يبقى بالصاصم كده عالجت المشكله واقدر اخد الليكوش عادي جدا فده اللي انا ايه عملته هنا بالصاصم شلت وجبت الاجل هيكون بس وشلت الجزء الجليسيريتك اللي هو الوحش الصابونين اللي بيعلي لك الايه الضغط واقدر اخده اخر اكزامبل عندي هنتكلم عليه في الترايتربنويد وده مهم جدا اللي هو الجينسيجن صابونين خلاص اللي هو الجينسيجن كلنا عارفين ده بس بيبقى عباره عن ايه اللي هو الجينس سيت ده بالصاصم بيبقى عباره عن ايه بيبقى عباره عن ميكتشر من الترايتربنويد يعني 30 كربونه بيبقى ميجر صابونين ماشي المهم ده بيبقى عباره عن بروتو بانكس تايب يعني ايه النيوكليس بتاعته كده يبقى معنى كده هو 30 كربونه والاستراكشر بتاعه زي ما انت شايف كده بالصوت سلام الستركشر اللي عندك ده بيستخدم كايه كلنا عارفين اللي هو بيستخدم كاتونيك دايريتيك كاميراتيف رغي دوت خلاص تعرفوا اهم حاجه عندي اللي هو ادابتوجينيك يعني ايه ادابتوجينيك يعني بيحسن لك المزاج يعني ايه بيحسن لك المزاج يعني يخليك ما تحسش بالستريس انت عندك ستريس وعندك ضغط وعندك مش عارف ايه لا بيحسن لك المود شويه ويعمل لك انهانس للاكسترنال ستريس اللي عندك من بره الخارجيه بيقللها لك سواء فيزيكال ابالوجيكال اند سو اون بيحسن لك بقى المينتال بروبرتيز والليرنينج وبيحسن لك الفانكشنز الميتابلايز كل الحوارات دي بيحسن السيكشوال كمان وبابا طبعا كنت indications للناس اللي عندها هايبرتنسيف وعرفنا ليه وكمان اثناء البريجننس تمام حته برضه البلانتينيوم يعرف اللي هو الشوكر بتاعه بيبقى برانش تمام دي مهمه برضه تعرف اللي هي دي اللي انا بقول لك عليها بالصوص لو انت جيت بصيت على الشوكر هتلاقيه برانش شوكر يبقى لو قال لك حاجه بيبقى عباره عن برانش شوكر على طول بلانتينيوم قال لك هايبوجلايسيميك شوكر وجاي بالصابونين يبقى بلانتينيوم صابونين وهكذا تمام دي مهمه ايه تعرفها معايا ايه كمان بالصوص عشان ما اكونش نسيته اللي هو الجزء بتاع الجليسيريزين ده بيبقى اتفقنا خلاص اول 3 يوز ده بسبب الليكو كله على بعضه خلاص الليكوش كله على بعضه كله ازهول خلاص اول 3 بسبب سوري اول 3 قلنا سبب الصابونين خلاص اول 3 بسبب الصابونين وبعد كده بسبب الليكوش او الليكوتين وهكذا انتي انتي السر احنا خدنا الحاجه الانتي السر اللي انا قلت لك عليها قبل كده اللي هو الليكوتين في الفلافونويد برافو عليك تمام طيب وعرفنا ان احنا بنشيل الدي جلايسوهاتيك ليكوش عشان بس نخليها تبقى شايلين الماده اللي بترفع لك اللي هو مسؤول عن رفع الضغط وكده اللهم لك الحمد حمدا كثيرا مباركا لازم ابدا ابدا النهارده خلصت محاضره سهله وبسيطه الحمد لله ان شاء الله باذن الله اكون ساعدتكم لو تفهموا بجزء بسيط جدا مفهمش اي بوينت اللي فوق منه اي جزء يا ريت يبعت لي في اي لحظه في اي ثانيه سواء بقى في الكومنت او عن طريق الايميل ربنا يا رب يوفقنا جميعا ما تنسوش مصالح حضراتكم فرحا فشد الحاجه للدعاء ما تنسوش تدعوا لاخواننا المستضعفين في جميع انحاء العالم ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام عليكم